واحد بيقول ما معنى كل مؤمن صار شريكا في تجسده؟ هل تقابل ما جاء في عبرانيين تشارك الأخوة في الدم واللحم اشترك هو فيهم أيضا ليكون بكرا من أخو كثيرين؟ هو شريك في الجسد غير شريك في التجسد. تجسد المسيح معناها اتحاد اللاهوت بجسد، ادي تجسد المسيح، ان اللاهوت بتاعه اتحد بجسد، فبقى التجسد بتاعه لاهوت متحد بالنسوت. لكن احنا لا يمكن نكون شركاء في هذا التجسد، احنا نشترك في اللحم والدم في الجسد لكن مش في التجسد. يا ريت التعبير يكون مفهوم.